للمزيد عن أهمية هذه المبادرات ودلالة الإشادة بها بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. دكتور أهلا بحضرتك، ويعني إيه اللي بتمثله إشادة منظمة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة؟ أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين كلهم. يمكن النهاردة كانت الإشادة دي من الحاجات القوية جدا، من الحاجات اللي بتعكس فعلا قد إيه التطور في الصحة في مصر وفي تطوير الخدمة الطبية بصفة عامة. ده حاجة يعني ليب زي ما بيقولوا، أو حاجة زي ما بيقولوا نهضة كبيرة جدا عندنا. يمكن كان من اللي بيميز اليوم التغطية الصحية السنة دي إن هو كده فات 7 سنين على موافقة دول المنطقة إن هم يبدأوا يطبقوا أنظمة التغطية الصحية وتطوير الدعاية الأولية بصفة عامة. ويمكن إحنا يعني سبقناهم كلهم، كان السيد الدكتور احمد قال ان يمكن في الوقت بعد الكورونا بان ضعف الهيئات الصحيه في الدول كلها، ويمكن يا دوب لسه بدات تتعافى من كورونا. احنا قدرنا مصر ان احنا نبقى دوله خاليه من فيروس سي، قدرنا ان احنا نبدا فعلا بالمشروع بتاعنا ونبدا نخلص اول مرحله فيه، مشروع التامين الصحي الشامل. نبدا نطور الرعايه الاوليه عن طريق مكاتب صحه الاسره وعن طريق الوحدات الصحيه اللي انتشرت على مستوى الجمهوريه وقربت المواطنين بمراكز تقديم الخدمه الطبيه. يمكن كمان الحاجات اللي ساعدت واشادوا بيها المبادرات الرئاسيه بصفه عامه، وازاي قدرت تمسك يعني مشاكل عندنا موجوده في مصر. كان 100 مليون صحه دي كانت من اكبر المبادرات الرئاسيه اللي عملت صدى عالي على مستوى العالم، وقدرنا ان الفيروس سي زي على قد ما هو كان حاجه متوسطه عندنا، تقريبا كان ما فيش بيت في مصر ما كانش بيعاني من فيروس سي. النهارده ما بقاش موجود عندنا وخلاص، لحد كبير مش موجود خالص، مش بنشوف حتى مشاكله نهائيا. كانت كمان اتكلموا على ازاي الحياه المجتمعيه عامه تقدر تساهم كمان، يمكن مبادره حياه كريمه اكدت القصه دي، وازاي يقدر تطور القرى على مستوى الجمهوريه كلها، وتبدا تحط الوحدات الصحيه وتبدا تساعد الخدمه الطبيه انها توصل للناس كلها. يمكن هم ركزوا قوي السنه دي على الخدمه الاوليه. دلوقتي احنا بقى عندنا في كل قريه تقريبا وحده صحيه على اعلى مستوى بتقدم كل الخدمات الطبيه اللي هي اللي بيحتاجها المواطن بصفه دوريه، زي متابعه الامراض المزمنه، زي الاطفال خاصه الاطفال خاصه امراض النساء، الاسنان، الحاجات اللي هي مش مخليه المريض يحتاج ان هو يسافر مسافات طويله او يروح مسافات طويله عشان يوصل للمستشفى المركزي او يوصل للمستشفى الكبيره، هو قريبه منه على طول يقدر يروح للوحده الصحيه. وده بيشكل الخطه بتاعه التنميه المستدامه والامن الصحي سنه 2030. احنا خدنا خطوه كبيره جدا فيها، وده كانت اشاده الدكتور احمد ديما النهارده. طب هل يعني حضرتك بتقول بتوصل لكل المصريين، هنا ممكن نقول ان المبادرات دي سهلت تقديم الخدمات الصحيه والطبيه للمواطنين بدون تمييز وبدون تفرقه؟ بالظبط. يعني احنا حتى خلينا نتكلم على حته بدون تمييز بدون تفرقه، احنا لو جينا نتكلم على مبادره زي انهاء قوائم الانتظار مثلا، دي كان بيعاني منها يعني مش بس محدود الدخل، محدود الدخل واللي مستريحين ماديا. يعني انا ازاي النهارده اقدر اعمل شبكه ما بين المستشفيات على مستوى الجمهوريه كلها، وعلى طول اقدر اعرف ان كل مكان من دول احسن او الخدمه الصحيه المعينه بتتعمل فين، احسن مستشفى ليها، واقدر اتوجه على طول بقى فيه عندهم الـ البيانات بتاعه المريض وعندهم التاريخ المرضي بتاعه، وعلى طول يقدر خلال اسبوعين او ثلاثه لو مطلوب منه عمليه كبيره. طبعا عم بتكلم عمليه كبيره زي زراعه الكبد، زي استئصال الاورام المتقدمه، زي القصاصه القلبيه، على طول خلال اسبوعين. دي برضه كانت من المبادرات العظيمه جدا عندنا اللي تؤكد قد ايه ما فيش اي تمييز، ان هو المحدود الدخل والمستريح ماديا كمان هيستفيد من ده. يمكن كمان برضه لو جينا على حته التامين الصحي الشامل، وده بيغطي 120 مليون نسمه. احنا مش بنتكلم على ان حد يكون محدود الدخل، بس بنتكلم على 120 مليون نسمه. اهميه هذا المشروع فعلا التامين الصحي الشامل، كلمنا عن اهميه هذا المشروع يا دكتور.
التأمين الصحي الشامل يمكن ده من الحاجات اللي كانت عظيمة جدا، واحنا كنا بنعتبرها حلم في يوم من الأيام ان احنا يبقى 120 مليون نسمة يبدأ يتغطوا ويبدأ ان هم يلاقي الخدمة الصحية على أعلى مستوى ويقدر ياخدها على طول من غير ما يقدر ما يدفع غير اشتراك بسيط جدا. يمكن أغلبية كمان اللي هيبقوا مشتركين فيه نسبة كبيرة منهم هيبقوا من محدودي الدخل اللي هم مش هيدفعوا الاشتراك المطلوب منهم. يمكن هيئة التأمين الصحي الشامل هي عبارة عن شركة تأمين كبيرة المصري، هي رد عليها المستشفيات اللي هي بتقدم الخدمة وبيتم متابعتها عن طريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اللي هي حاطة معايير جودة عالية جدا بتحافظ عليها وتطبيقها. احنا بنقول ايه، مش مهم ان احنا نعمل حاجة كبيرة قد ما مهم ان احنا نتابع ان تفضل كل شوية في متابعة لجودة الخدمة المقدمة وتدريب الأطباء الموجودين والكفاءة بتاعتهم والنتائج اللي بتطلع من العمليات اللي اتعملت دي اللي هتخلي فعلا الخدمه الطبيه المقدمه من التامين الصحي الشامل حاجه يعني فعلا هتبقى رائعه جدا. كان اول مرحله خلصت اللي هي المحافظات الاقل كثافه، ودلوقتي داخلين على المحافظات الاكثر كثافه. كان في الاول طبعا في شويه عقبات وشويه الحاجات اللي هو تطبيق المشروع الجديد بيبقى طبعا في مفاجآت بتطلع، انما لا قدرنا نعدي الكادي وقدرنا دلوقتي نخش على المحافظات الاكثر كثافه، وان شاء الله تبدا المراحل الجايه تيجي اسهل بكثير من كده ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد.